من دروبز و13 من دريدرو. قال هيا بنبدأ أول شيء بالأنكومن ليه، ممكن سنتين أجمع بس عشان كذا. ثلاثة أيام. ويلا بسم الله. أسبوع وأربع ساعات. يلا نفتح أول صندوق. لا بيطلع شيء زي الناس. الله يلعن. شيء على الخلفية إيش يفتح؟ على مهم ما تبغى ما حنتاج نعرفه. يا رب شيء زي النا. الله يلعن. إيش ذا؟ والله زي تفتكن. يلا بوس بوس زي زين. جاني ايميل اني بثت. تمان هوا ما راح اقول اسمه. هوا رابع صندوق مدري كم صندوق. الله يقرا كله نفس الشيء. اصدق ذا حلو. بسم الله افتح. يا رب اندر شيء يا شيخ. سبع صناديق ولا واحد منهم اندر شيء. عنصرية. عشاني خال احمد. طيب ساعدني في الكونتنت. عشانك خال من جد. وعشاني خال. الله يقلع نفس الشيء. كوش نفس الخرا ذا اللي نفس الريلتي. نفس الشيء يا شيخ. كهو اوكي. يلا افتحنا المنجد قوية. يا رب اندر شيء. يا رب اللهم اني كنت ما تدري. صلاي لك. لا امشي. يلا بسم الله توكلنا على الله ولا حول ولا قوة الا بالله. الله اكبر. خليني اصلي وافتح الصندوق. الله اكبر. صفر الله. كفو. حسبها سيارة. طلع شيء السيارة اصلا مو عندي. الله نايس. اوكي باقي 11. يمدي. الله يلعن. عنصرية. وش ذا؟ صدق البوس مو حلو لكن ابغى شيء زي الناس. اطلبكم الله ابغى شيء يعني سيارة. كنت امزح والله. كنت امزح وكتب سيارة. طلعنا سيارة. ابغى سيارة يعني اكتين ولا حقته ايش اسم سيارتك؟ فينيك. ابغى فينيك. جايين تعطوني ذي السيارة الخارة يا شبابها. كفو. عندي انا فينيك وايت وعندي فينيك عادية. يا رب يا رب يا رب يا رب. فو. والله تبيعها 2000 فو. ما فيني كوايت من هنا ولا هناك. قاعد ابث يا ناس. طربوش. اللهم اوكي باقي 5. بسم الله. اوكي اوكي باقي 4. بسم الله 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 بالله على كل اخر صندوق خلوه شيء كويس على الاقل. يلعن. لا صدق. لا باقي صندوقين. ارحمني. لا طيب. اوكي بسم الله اخذ صندوق. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اوكي لا اسوأ يعني والله. جمعت على الفاضي. جمعت اسبوع على الفاضي. يعني فتحتها كلها ما انقلع والله. طيب يا احمد يا احمد احرقها. كيف احرقها؟ ايوه دمجها. ايوه دمجها. ايوه ايش تحسي ما راح اسويها؟ عندي اوكي يلا كوم. طيب ليه نلعب اذا مو كوم؟ ليه
ياخذني ايه اوكي لا دخل واحد وليك كاتب اي جوتت ايش يعني؟ نو انجلش انا يحاول يتفجرني ذا بدي يصدمني وانت ايش قاعد تسوي؟ انت والعصفور حقك قاعد اشوفك انت قاعد تطير اقول ايش بو ذاي السهبل سجلوا خلاص جاي جالس لي تطير مسوي في امها الله يقلعك دفيتني الله يقلعك كمان كان ما انا شذابه ايوه شذابه واحد منهم افق واعطيهم التسيف يعني مو بس انا كلب ولا انا مسجل هدف والله خليها لك ما في حالي خليها لك جاي دبلي يقول لها خليها لك ايه خليهم لكم مشاركتي وصدمتك كذا لعب انا دائما يا ناس تيس سجل على نفسه مين انت لا مين قال انا وانا الفاس كيكوف حقه زي الزفت زي دايما انا عصبته بتلقاه رمى نوت انت اللي وات السيف تكتب النفس انا قاعد فجرت ايش تباني اسوي فجرت اللي حقي انت فجر حقك اوصل لها وافوز كمان وانا وراه ايش بنا ساكتين تكلم يا احمد عندنا ناس يشاهدونا مين يا كثر البثوت ولا واحد شافنا في حياته يا كثر البثوت الله يا تخيل انا حاطه برايفت كل البثوث حاطها برايفت يعني حوالي 10 ساعات من البثوث برايفت وانا ما ادري لا لا كيف انا شدها عليهم بزيادة اضراب مدري ايش انقلع ما كانت خطة ان اسجل كانت الخطة افجر انا ارهابي مو هداف هداف الاتحاد انا اسامة بن لادن استغفر الله اسامة بن لادن قتل ناس في 9/11 انا مسلم عادي لا تقطق على ذي الاشياء استغفر الله صبر الله الله من جد امك واحد حرفيا سجنوه عشان قرأ قرآن صح بصوت عالي لكن قرأ قرآن العالم غريب دي الايام واحد البنت تصير ولد الولد يصير بنت الولد الرجال ان البنات يفقعونه والبنات اللي الرجال اللي تحولوا بنات والبنات اللي تحولوا رجال كل شخص يوقع الرجال كل شخص ايوه شفت في حرمه
اغتصبت ولد واعطوها 60 يوم بس في السجن. كيف؟ اغتصبت في حرمة عمرها 70 اغتصبت. كيف؟ اغتصبته فعلت معاها المعاصي. ما عنده سلاح. ايش؟ السلاح ما عندها. ايش سلاح ايه؟ السلاح اللي تشوف منه. انا منو متاكد على كيفك ممكن عندها. فينا فيها اللي في عمرهم عندهم. لا لا. المهم ما ممكن حتى ما سوته معاه بس باليد ولا شيء. دخلت صباعها في مكتب. خلاص ابن الحلال بس المهم انه اعطوها 60 يوم. واحد اغتصب بنت بنفس العمر ونفس كل شيء اعطوه ممكن فوق 30 سنة. شفت العنصرية ذي على الرجال؟ لكن اذا وقع هذا لا لا لا. شفت العنصرية؟ اي والله عنصرية. هذا التاء وعندنا اي احد يغتصب يموت على طول. ايوه عندنا ينقتل حرمة او لا الحرمة لا طبعا لا الحرمة ما ينقطع راسها الا يعني جدا الناس يحنون عليها طبعا. انا عندي عيال اخي اذا تقتل على طول شنقا مو شنقا قطع الراس. ايش قاعدين نقول؟ انت قاعد تقول انت تدخلني ليه؟ انت اللي بديت السالفة. فلكت انا قاعد رايح الهافي. ايش قاعدين نسوي احنا؟ هيا لا تقول يا اخوك ولا يا ويلك حقك قتلة الله يقلع حقك. شيل سيف امك توتا يا ليت بالله بالله. ايه ما راح اخذ الكورة ترى ما راح اخذها بفيك. سيف اجر مو رامي. هدف هدف قبله. اوكي فنان احلى شيء انك انت قاعد تتعب. خمس اهداف خمس اهداف وانا ما لي فايده وانا اللي اشجع على نفسي واطقطق. يلا كوم قاعدة والله ما العب والله العب جد والله العب جد والله العب جد والله العب جد حلفت والله هذه اول مره انا اقول احلف والله العب جد والله. بس دقيقه خليني اغير سيارتي بسوي شيء كم شيء انا حابة اسوي كل شيء بس بالله خل السياره لا 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 بشيل علم عنده ستة كفرات ايه عندي كحة بس يلا بسم الله. شوف طقم طقم السكر كم حط اضف اح لا والله بالهذا مرة زي الزفت بالثاني زي الزفت والله ليتني ما حطيته. يلا احنا الاحمر اوكي احنا احمر كوم الله يقرفك. انت قلت لي كوم والله العب هيا كولي كلاب العب العب بيننا. طيب يا ابن الحاج جلست في الكرسي حقي هذا عرق كفاية. عارف يقتله اوكي لا اسمع
عندي والله فكرة بالكل. لما واحد يهجم اللي الذاك يقعد عقب كيف زوي واحد طيب استراتيجية الدجاج اللي خايفين. ايوه اوكي قدام انا دجاجة وانت بسة. لا صدق انا اللي انا واحد قاعد يبكي. انا واحد قاعد انت بسة بسة معصبة حتى والله ما ادري. لا تدخل زي كذا لانه الدخلاتي زي كذا والله تراها هذي خايسة. لا اللي اول ما ادري سوي بالله كيف انا بجلس ورا هذا شمت اوكي شت عندي لا جلس ورا ابى بوست. طيب ايش اسوي لك؟ طلعت قاع لك بوست. وين رايح يا ابني؟ انت قلت والله لا بدي الناس ما ادري ايش رايح افجر. على اساس انت تجي بهجمه انا اكون فجر اوريدي. روح والله اوصي مو قلت لي الخطه ذي كان يلعب قلت دق بعدي بالنص مو ورا. يعقول لي من اول كلب تيس 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 طماع. انا اصلا وقفت ما ابغى حتى اسجل ابغى بس هو يسجل لكن لا والله ابغاها هذا الله عليك لا حقك اوكي لا يا شوف ذا بنك قلت سواه بنك الله يا شيخ يقرفك يقرف الليل على النار. معليش والله انا غلط صراحه. هو طماع انت جايب تبغى تسرق الهدف على طول. اوه اللي اوكي فاك ما عندي بوسترة كفو. لا تشيل ابوس انا عارف عندك. جالس في النص زي ما قلت. طيب يعني اهجم والله كنت يعني مو كل تهجمك بالنص مو كل تهجمك وضح. طيب الاستراتيجية حقتك الخرا دي يعني اهجم شوية حقك. اوكي لا ابدا والله مو حق. ايش رايك نلعب طبيعي وخلاص؟ لا لا طبيعي انت ما ادري ايش بتسوي تسوي لي حركات. ايش رايك اذا شفت انا ما راح افوز على طول ما اسويها اقول يعني سري خلاص اسوي زي كذا ممتاز. ما اقدر ما راح افوز. واحسن شيء اني فزت. ما راح افوز خليني اقول زي كذا كل ما اجي هذه عشان افوز. اوكي لا هذه مره ما لي دخل فيها. دفيته كل شكرا. ما في بوس يا حيوان سيب امها. طيب روح اطلع الفوق. حلال بس هنا 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 كفو. يا ليت جاء اسيست يا ليت جاء اسيست والله كانت تكون لقطه. اي والله كانت تكون لقطه بالكل. لكن شفت انه هدف على طول سحبت. كذاب والله يا اخي كذاب. ها راح اترك. اوكي ايش رايك بالحركة؟ تعلمتها ترى. سوي ايش تسوي فيها افاست اذا بيفيكولك. دفيتك ورحت على طول الهجمة. اروح بالكورة انهم راح يخافون ما يدرون ايش قاعدين يسوون. فعلى طول تروح يخافون تسجل. اسمع اسمع فيك 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 من عيوني. اوكي روح 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 تفو من اول قلت لك روح اضغط فوز. قاعد اروح هو رايح ايش اسمه خويه قال له قبل. خويه قال له قبل قبل اصلا ما سحق هذا. ما ضغط فوز اسمع جنبي تقول. وانت وين كنت في الهجمه ذي؟ فيك 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 على كيفك دحين تقول لي فيك. اسف تاخرت تاخرت ايوه اوكي اوكي غلطي خلاص. انت والله لا العب زي الناس. طيب قاعد العب زي الناس غلطي والله غلطي انا شكله ما يتاخر. روح 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 لا
كمان عفوا ويا لا والله نتكلم والله لا بين الناس الله يعافيك وقاعدين نفوز اشبك خايف يا شيخ قاعدين نفوز صعب بهدفين لكن قاعدين نفوز سيست اوكي كفو تخفي لعب ذا الناس تلعب ذا فقي اوكي ايش ذا وش كان وقت رايحك وما عندي بوست اوكي حتى انا ما عندي الله ياخذك والله شكلها انا معطيك ورايا ظهري على اساس انا اروح احاول اقطعها وانت تجي ورايا احتياط طيب خلا فك والله حاولت اوقف عيونك باك يا اخي ليه سويت كذا يا اخي في حد دخل غرفتي ايش اسوي في حد دخل غرفتي ايش تبغاني اسوي مالك دخل مين مالك دخل انتي لا طب والله ايش دراك اسمع الصوت ده اوكي ايوه كنت حاسس انك سامع صوتك اوكي غلطي يعني هدفين هدف غلطي اسمع فيك طيب يا رب ما يفيكوا كمان والله حسيت انه فك كفو مو حقي هذا مو غلطي صدق مو غلطي والله انه غلطي سويت فيها حتى مسقعتك كوره ايش تبغاني اسوي؟ فوت اصلي صح انه صدى لكن كفو نفسي كفو عليك سؤال على اني لا صدها والله القلعب سنقلع البسه جاد روح سود اخليه الله مرجع البسه اوفر تايم جول ابلعوا ما في احسن مني مسجل 3 اهداف انا مسجل 3 اهداف وحتى مسجل 3 اهداف ولا اني الاول اكتب له نو يلا دخلنا جيم ثاني طب احنا تقول والله لا بلعب جد والله بلعب افضل ما عندي جد شويه صعب لا يا دق لا والله لا دخلنا هذا ما ابي طيب تباني ادخل شامبيون عادي طفي المايك لك. انا مطفي الكلام يا ذكي بالله عليك دوب مكفله وين بالله عليك لا بالله
واو والله كان بيجي هدف والله كان بيجي هدف لو ما سافجرته والله احمد ربك والله غلط اذا ولا والله ما اقدر والله ما اقدر والله لا لا غلطنا انا وانت هيا مع السلامة هيا بي ساعدني هدف حلو والله اللي اول اني ارغب ارغبنا لا شوية غلطي الله يلعب والله كله غلطي ايش اللي شوية غلطي ايش هذا بالله عدى من جنبي وانا ما ادري خلاص امشي
تصير شيس عليا. لا تدخل لي. والله انه اوبن جول كان. لا تصير شيس عليا تكفى. ايش يا اخي جيم واحد اخر جيم في زناتها ايش بك طلعت يلا جيم ثاني ايش بك طلعت من كل شيء انا احمد الله يا غلط بسيط ايش بك خايف رام دوم والله احسن من العب معاه صدقني صدقني ايوه وانا متاكد والله يا رب والله يا رب يا نور ما تنسلك والله يلعنك لا 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 والله اني لا ادخل راندوم انقلق لا ايش بك ايش بك والله طيب خلاص راندوم. لا نلعب طيب يلا دخلنا فورت ولا شيء مالتي فيرس انقلق والله بدخل راندوم انا بدخل جامب تكلم يلا بس دخلنا يلا يلا بس دخلنا مالتي فيرس يلا ندخل دخلنا مالتي فيرس يا حلال بسرعة مالتي فيرس بسرعة 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 ما راح ادخل ادخل مالتي فيرس بسرعة يا ابني ما راح ادخل انقلع يا شيخ بدخل جيم راندوم احسن لي والله احسن لي من العب معاك طيب انا وانت ندخل جيم راندوم ونشوف مين يوصل شامبيون اول يلا نسولف مع بعض نسولف تخيل ندخل انا وانت مع بعض يلا والله تحدى اذا انت وصلت شاطر هي هي يلا اضغط الزر واحد اثنين ثلاثة اضغط داخل جيم يقول لي واحد اثنين ثلاثة اوكي عشان ندخل مع بعض وضد بعض عشان يجينا فروشك مش كان ما اعرف العب الا بغاني وموسيقى راقية طب حط اغنية يوم انا كنت العب معاك يا معفن مو في الحساب اللي فيه اغاني حقتي ده الحساب مو اللي فيه اغاني حقتي والله انا ما عندي سبوتيفاي الحساب الثاني عندي هذاك حساب دامين 3 حتى اللي معايا نوبيا ايه فهذاك الحساب دامين 3 بس اعلمك والله والله لا توقع دام التو ديفيجن 5 ولا شيء زي كذا ديفيجن 5 على طول ديفيجن 5 قصدي ديفيجن 5 مو في ديفيجن 5 ما في ابدا دقيقة خليني اركز بس اللي معايا نوب يمكن انه انوب منك الله يقعد يفجر اللي ضدك ولا انه انت كمان معصب مني جات شو اسمه واحد معاك كمان كلب ترى انا بس حاب اعلمك نعمة
اذا ما حسيت كل قلع 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 والله انت معفن اخذ بوستين يا شيخ يقلع دوري لضجي بس يجفون اخ اللي معايا ما يعرف يلعب يصدمني يصدمني كمان الله اهوك هذا فينقل حلبة وعامل غلبة اوكي 0-1 اوكي ركز لكم ولا لهم لنا الله يهديهم قوي اقسم بالله ما اضيع في لعب اقسم بالله يا شيخ الله يكون فاضل يا شيخ ترى انت مشكلة كمان ما تستلم السيستات هو يعطي علشان استلم الله يلعن ايش هدفك يا خوي اوكي اوه والله هدف ما شوت هذا مو زيك اعطيه سجل على طول معي سيستم والله قوي نوم يا زين ثاني ثاني اول هدف لي اوكي فنان ما في ناس شوت يا خوي اوكي شكرا اوكي تباني انا اروح لها من عيوني وافوز كمان واخذ بوستو كمان هذا كله لعيونك يا خوي قلتلك انا نعمة طيب شو اسمه سوي لي ريبورت على جريفنج ومدري ايه يعطونك رانكك بعدين يعني على الاقل الام ار حقك يعطونك الام ار لو يشوفون انه من جد لعبه زي الزفت وكذا ويعطونك اتوقع زياده انه يدخلوك مع واحد زي كذا مره واحد دخل والله خويي ما له فايده انا مجيب له هدفين هو يا جدع ما بيلعب انوض مني خويي مو كويس الحمد لله بس يستلم السستات هذا اللي ابغى واحد يستلم السستات ما يسجل حتى الواحد بس يستلم تفضل يا خويي احلى هدف اوه فجره طيب سجل هدف اوه الا سجل هذا شوف امها انا المحترف اللي يعرف انا نقاطه 55 ولكم مع 10 دقائق تلعبون اقسم بالله يا دلات والله ما 3-1 احنا وانت كمان كلب نوب ما تعرف تلعب يا شيخ الله يلعن انا انا قاعد اشوف اني انا جدا كويس الحين احنا فايزين 3-1 هدفين مني وهدف من خوينا اول جبت ام الميدة اقسم بالله ابا خوي بس يستلم سيستات هذا اللي ابا
آي أحلى أربعة. شكرا يا خاوي والله إنك فنان. 4-1 ثلاث أهداف مني. الحين تشوفني ملاك؟ طبعا اشوفك ملاك والله. يلا بدخل كام ثاني فزنا. اسمع لا لا ادخل ادخل معايا يا شيخ انا ادخل لا لا خلاص انا بدخل بواحد زيادة وخلاص. اجل زيك اجل. اهي رسل. الحين تشوفني ملاك؟ بس اسمع قول ورب العباد. لا هذا لعبي ما مو عاجبك لا يعجبك. قول والله لا العب اقوم. لا حلال ما شو اسمه هذا لعبي ما عجبك لا يعجبك هذا رانكي كمان انا ما ابى رانكي ينزل هذا هذا حساب الرئيسي. قول والله لا العب جد والله بلعب جد والله بلعب افضل من عندي. ها يلا حط دخلنا. اتعب اقسم بارك الله كنت. كم خسرت انت؟ لا كم خسرت ضد لما كان معاك اخويك ذاك؟ 4-2 يا عاي انا جايب ابلع. لا 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 ما مسكتها ما مسكتها. شفتك رحت لها ما قدرت الوف في شيخ فخلاص قلت خلاص ما راح امسكها وهو ياخذها وانت انا ما صار شيء. فك صدى ايش يعني كان عندك بوست تشيلها؟ اي كان عندي والله لو ادري كم ما شلتها. طيب هدف ها قول الحمد لله وبس. يعني هذا كان بدك تسجل منه هدف؟ لا كان احتمال الحين هذا 100% انك بتسجل هدف وقول الحمد لله وبس. لا تصير شيء لا تصير شيء الكوره عندي تقعد تدخل اعطيك كف. طيب اذا صار زي كذا بعدين يقول ما عنده بوست يقول ليه ما شلتها؟ هذا اللي بيصير لو صار زي كذا، لكن قول لي عندك بوست، قول لي. طيب يعني انت شايف الكورة عندي؟ الكورة عندك واحد قاعد يجيك جري. أنا جراني بفكر واحتمال ممكن عنده بوست، خليني أسيبه. أنا أحس لما هذا لما نتهاوى تحت. واحد يا شيخ واحد حرفياً جايك جري، بفكر. احتمال عنده بوس صح انه ما يتكلم لكن احتمال عنده بوس خليه يعني احتمال يسجل بس سجل سوي امها جيب الاسيست بس حتى اسيسته زي الزفت زي انا اصير اسوأ هي في المباراة شكله انت في المباراة بتصير احسن وانا اسوأ احس لما انا فيك المباراة بصير اسوأ يوب ابن الذين دفني ولا كان هدف لا لا واو بس قول الحمد لله ما جاء علينا هدف ذيك المرة بس ايش لما كنا هناك كنت 24 ساعة تتأسف الحين ما في ولا آسف فاك او ماي جاد يا غبي ايش هذا حاولت يا اخي والله انك انت قاعد تلعب انا الحين قاعدين نفوز انت ايش بك خايف ورا اخر شيء ترى انا قلت انا ورا اخر شيء انا لما ارجع ورا اخر شيء على طول يعطي سيستات ما شاء الله عليه
ليه تجي قدامي؟ ايش الحركة اللي سويتها انت؟ ليه تجي قدامي؟ ليه دفيتها؟ ليه تجي قدامي؟ سؤال. انا ثابت في محلي. ليه انت وش اللي دفيتها قدامي يا تيس؟ حقك خذ اي ام دي ولا طيب ايش قاعد تسوي؟ اعطيتك الاستفاده زي كذا وان شاء الله انك فك. حقك اذا ما جبت هدف انت ورع. ما اقدر ايش اسوي انت خصك من بس انا وانت شلت منه البوس. شلت منه البوس هذا اهم شيء. اخذ البوس اللي عنده ترى. طيب المهم جاله بوس بعدين يعني. استنيت اسيست على الخفيف كتكوتة. استنيت اسيست كذا كتكوتة على الخفيف. انفجار. صقعت انفجار نووي. لا تخاف. ايش بك ايش؟ اخيرا اسست منك اخيرا. اخيرا اسست منك يا شيخ. ساعة. مني منه. اكتب له. اي شوت ثانكس. فاك. يجي يدفها رجالة. نوب. اخيرا النوب فيه كانت تكون اخر شيء. فاك ايش انت ايش تباني اسوي بالضبط؟ حتى لو صقعتها هدف. حتى لو صقعتها هدف. طيرت لها. حتى لو صقعتها هدف. المسا طيبة على الاقل. المشكلة أول ما شفت إذا صقعتها هدف على طول وقفت نفسي، لأنه عارف إنه بتطقطق هدف على نفسك وما أدري. نوب. حقك. أوكي، على الأقل أعطيها. روح. حاولت أصق حاولت أجيبها من فوق خلاص. شوية صعب بنا على السيارة على جنب. زي كذا لا تصير شيء بالله عليك يا زق ايش قاعد احط ايش كنت تبغاني اسوي؟ انا موجودة انت في يميني يا حلال لو اخذت لحظة أنا بحفظ الفيديو لحظة. أنت في فيديو مين؟ يرحم أمك.
اسوي حاجه يا زين. يدخل على الكوره. اوه ماي جاد يا شيخ. احمد انا بكفل. إيه؟ انا بقفل. ليش؟ مالك دخل، انا بقفل. حقك انت كونن. هو قال لي صك المسوني، ايش اسوي يعني؟